بنحلب ما قدمتناش جديد، ما شفناش منها اي حاجه وجابها جديده تاني، واحنا قال هيبقى في تغيير، مش شايفين تغيير، فين التغيير اللي هو موجود؟ نتمنى التغيير يعني. هو انا محلب جه، هو كانت حكومه بلبلاوي وكانوا بيقولوا عليها فاشله وما بتشتغلش وي وي وي، شال راس الحكومه اللي قال بلبلاوي وحط مكانه واحد من الحكومه تاني اللي هو محلب، ما عملش اي حاجه، ما قدمش جديد، مش شايفين منه جديد. عايزين تغيير، مش عايزين تغيير بالكلام على الورق ان احنا نغير راس الحكومه او نجيب حكومه ونقول ان احنا غيرنا، كنا سيبنا عدلي منصور رئيس وخلاص، وكان سايب محلب رئيس وزراء. طب شايف ان القرار ده هيعمل صدى ايه؟ هو طبعا الاحزاب الكرتونيه هتطلع تقول ايوه هو محلب شغال وزي الفل، لكن الشعب ما هوش حاسس بمحلب ومش حاسس بحلب. لا 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 لا.